إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن سار على دربه واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المسلمون، لماذا نتحدث عن الوسطية؟ هذا سؤال مهم. إذا كنا قد اعتقدنا أن الوسطية هي الهدي النبوي والسنن أو السنن المصطفوي والطريق الرشيد والمنهج السديد، إذا كنا قد اعتقدنا بأن الوسطية هي طريق السابقين الأولين الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. إذا كنا نعتقد أن هذا هو الطريق الذي يجب أن نؤمن به والذي يجب أن نقفو فيه الأثر وأن نتبع فيه الآثار وأن نرتسم فيه الخطى، وهو الطريق الذي قال الله فيه أيضا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا أي أعرضوا واستبدلوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لماذا نتحدث عن الوسطية طالما أن الوسطية طريق عرفناه وطريق اهتدينا به واهتدينا إليه وميزناه من غيره؟ الجواب أن هنالك أسبابا متعددة هي تدعو ضرورة إلى الكلام عن الوسطية، وتلح هذه الأسباب بواقع مرير ويعني بئيس تعيس نعيشه الآن، هذا الواقع الذي يفرض علينا أن ندندن حول معنى الوسطية وأن نردد معنى الوسطية وأن نجلي مفهوم الوسطية وأن ندعو إلى تصحيح معنى الوسطية وأن نعلم الناس ما هي الوسطية حتى يؤمنوا بها وحتى يعتقدوها وحتى يرجعوا إليها. أسباب الحديث عن الوسطية: أول هذه الأسباب في نظري ظهور مناهج خرجت عن التوسط والاعتدال إلى الإفراط والتفريط. هنالك مناهج شط بها المزار وذهب المذهب بها يمينا وشمالا، وأخذوا مذاهب بعيدة بعضها يشذ عن مذاهب أهل الإسلام، وانطلقوا يدعون المسلمين هنا وهناك حتى جعلوا الأمة شذر مذر، وصاروا يجمعون الأمة من كل فج عميق وهكذا، ويجمعون هذه العقول التي استحوذوا عليها وسيطروا عليها، ثم بعد هذا يبثون فيهم هذه الأفكار الضالة وهذه العقائد الفاسدة، من أجل ماذا؟ من أجل أن يفهموهم الوسطية بعقولهم أو بمنهجهم هم. أما بمنهج الإسلام ومنهج أهل السنة ومنهج الكتاب والسنة فإن هؤلاء هم أبعد الناس عنه وهم أعرض الناس عنه. ومن هنا كان لابد من الحديث عن الوسطية حتى نعالج هذه الآفات المزمنة، وحتى نحاول أن نلملم ما تشتت من واقعنا، وأن نرد ما ذهب بعيدا من شبابنا وأجيالنا وأشبالنا. إننا أيها الإخوة المسلمون، إذا كنا نحن الأمة الوسط التي سمانا بذلك الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد في حديث أبي سعيد أن الأمة الوسط هي الأمة التي تشهد، لأنها أمة العدالة وأمة التوسط وأمة الفقه والعلم وأمة الفضيلة وأمة كل المناقب والفضائل والمساعي التي تسعى إليها كل أمة فاضلة. فلهذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا في حديث أبي سعيد أن الأمة الوسط هي التي ينتدبها الأنبياء. ولك أن تتصور أن نبيا هو نوح عليه السلام، والذي هو من أولي العزم من الرسل، وهو أول رسول كما جاء في الصحيحين ابتعثه الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض، لأن آدم كان نبيا لم يكن رسولا. أما نوح فإنه كان أول رسول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المقام المحمود أو الشفاعة العظمى الشهير عن أنس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وهو في الصحيحين. فهذا كله يدل على أن نوحا إذا كان هو الذي يختار الأمة ويشير إلى الأمة المحمدية ويقول من يسأله الله من يشهد لك فيقول محمد وأمته، لم يقل هود وأمته، لم يقل صالح وأمته، لم يقل شعيب وأمته، لم يقل موسى عيسى وأمته، لم يقل إبراهيم عليه السلام مع أنه خليل الله سبحانه وتعالى وأبو الأنبياء وأحد آباء هذا العالم، لأن أول أب إلى هذا العالم كان آدم عليه السلام، والأب الثاني كان نوح، لأن الله تعالى أهلك كل من لم يؤمن بنوح، وقال بعد هذا وإن من شيعته لإبراهيم، وإن من شيعته أي من ذريته، فجاء نوح أو جاءت الأرض بعد هذا من ذرية نوح عليه السلام. ثم كان بعد هذا ما كان من ذرية إبراهيم حينما كان له إسماعيل الذي كان أبا العرب العاربة ثم أو المستعربة، العرب المستعربة الذين كانوا بعد ذلك بعد قوم عاد وثمود وهؤلاء القدماء. ثم كان بعد هذا، وسميت العرب المستعربة لأن إسماعيل عليه السلام تعلم لغة العرب من قبيلة جرهم العربية، ثم كان من أفصح الناس وأفضل من نطق بالعربية إسماعيل عليه السلام، فصارت الأمة المستعربة أو العرب المستعربة لأنهم استعربوا أي طلبوا تعلم العربية، لأن إسماعيل تعلمها من جرهم. ثم كان بعد ذلك إسحاق أيضا الذي ولد بعد إسماعيل بقرابة 12 عاما. ثم كان من إسماعيل بقية أنبياء الله ورسله، يعقوب والأنبياء كانوا في بني إسرائيل، وكان آخرهم عيسى المسيح عيسى عليه السلام. ثم كان من إسماعيل خاتم الرسل وإمامهم ومقدمهم وسيدهم وفاضلهم، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه عنه وخاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، لأنه ختمت به الرسالات، ختمت به الرسل، وختمت به البعثات، وهو مبعوث آخر الزمان ونبي آخر الزمان، والذي قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه لا نبي بعدي. هنا هذه المناهج كما ذكرنا تحاول قدر الإمكان أن تأخذ الشباب والأجيال والأمة إلى أمور كثيرة. تجدهم يفسدون الشباب في عقائدهم وفي أخلاقهم وفي تصوراتهم وفي مفاهيمهم، فتجد الشباب ينجرفون وراءهم وينجرون تبعا لهم ويذهبون هنا وهناك، وهم بهذا يغررون أو يغرر بهم ويستمالون بمتاع من الدنيا أو لعاعة من الدنيا، أو يستمالون ببعض الشبهات أو الشهوات أو ببعض المعاني المستبشعة والمستنكرة، لكنها تلبس ثوبا جميلا ثم تمرر عليهم فيقبلونها. فتجد الشاب من هؤلاء لم يدخل المسجد حتى يعني بلغ 30 من عمره أو أقل، ثم تجد قبل أن يدخل المسجد أقنعه من أقنعه بأن يحمل سلاحا وأن يذهب إلى أرض كذا أو بلاد كذا وكذا وأن يصنع كذا وكذا، فتجد هذا الشاب غير مؤهل ولا يفهم ولا يفقه ولا ينقى، والذي هو كان شيخا له لم يكن على دراية كافية ولا علم وعلوم شافية وافية بالأحكام الإسلام، فتجده يملأ رأسه ويحشو يعني عقله وفهمه ببعض المعاني، ثم إذا حدثته لمزك وغمزك وعابك وتكلم في عرضك وقال يعني ما قال في أهل العلم من الجبن والتهور أو الخور أو العمالة أو كذا أو كذا. وبدأ هذا الشاب الذي لم يدخل المسجد ربما إلا من أيام معدودات يدعي أنه من المجاهدين أو من كذا أو كذا. فظهور هذه المناهج التي هي الآن تعبث بعقول الشباب عبثا شديدا وتعصف بهم عصف الرياح، هؤلاء هذه المناهج لا بد أن تقاومها الوسطية، ولا بد أن تعالجها الوسطية، لا بد أن نعالج هذه الأفكار بالأفكار الصحيحة لا بشيء آخر، فإن الفكرة يعالج بالفكر، وإن القول يرد بالقول، وإن الأخلاق تعالج بالأخلاق، لتحل الأخلاق الفاضلة مكان الأخلاق غير الفاضلة، ولتنزل الفضيلة على الرذيلة فتمحوها وتنسفها نسفا. وبالتالي فظهور هذه المناهج هو من أخطر ما يكون. مناهج الآن التي تدعو إلى الشباب إلى الخروج هنا أو هناك، أو إلى يعني محاولة الإفساد في البلاد والعباد، أو محاولة كذا أو كذا، كل هذه المناهج يعني هي عبارة عن مناهج من أناس قليلي البضاعة في الدين، قليلي العلم بأحكام الإسلام، ثم يدعون أنهم طلبة علم وأنهم كذا وكذا. فتجد هذا الأمر يذهب بالناس إلى مذاهب صعبة وإلى مذاهب شديدة. وبعدما كانت الوسطية هي الدين الحق، وسطية العقيدة، وسطية العبادة، وسطية الأخلاق، وسطية الاعتقاد، وسطية هي الوسطية الجيدة والخيرة، أصبح هؤلاء شوهوا الوسطية وأفسدوا معنى الوسطية وضيعوا معنى الوسطية، وحاولوا أن يذهبوا المعنى الصحيح وأن يمحوه محوا، لكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أيضا من الأسباب التي تدعو إلى الحديث عن الوسطية تفسير بعض المنتسبين للعلوم الشرعية والمحسوبين على العلم وأهله بمفهوم منحرف عن الجادة، إما يؤدي إلى الغلو والإفراط، وإما يؤدي إلى التقصير والجفاء. وأحيانا تقع التنازلات وتجد الفتاوى الشاذة التي لا خطم لها ولا أزمة، والتي لا تقوم على قدمي حق بل ولا على قدمي باطل وحق. وتجد هذه الأخلاق محلولة العقال، يعني الحقيقة لا قيمة لها ولا دليل لها إلا ما كان من الشبهات أو ما كان من الأقاويل التي هي من أقاويل أهل السقوط. فتجد أن هذه هذا التفسير من بعض المنتسبين للعلوم الشرعية وهم ليسوا على الدرجة الكافية، أو هم دخلوا هكذا وهم غير مؤهلين، فتجد هذا يفسد معنى الوسطية ويذهب بالناس إلى أن الوسطية هي التنازل عن الدين والتنحي عن الدين والتفريط في حقوق الله سبحانه وتعالى والبعد عن جمال ونقاء وصفاء الإسلام. كل هذا تحت مسميات كثيرة، كأن يكون مثلا روح النصوص أو كذا أو كذا، مع أن هؤلاء يلوون أعناق النصوص إليها ويتعسفون في تأويلها وتفسيرها حتى يطوعوها لمرادهم ولما في عقولهم. أيضا من أسباب الحديث عن الوسطية ظهور بعض أنصاف الحلول كما يسميها بعض الناس، أنصاف الحلول في القضايا الشرعية التي نزلت بالأمة. فتجد هؤلاء يعني يحاولون تحت ستار التيسير والتسهيل ورفع الحرج وشعار الضرورات ولوازم العصر وتحقيق المصالح وكذا وكذا، ربما أحلوا الحرام وربما حرموا الحلال. أيضا من الأسباب خروج بعض المندفعين بحماس غير منضبط وفهم مغلوط، يضعون الأمور في غير نصابها، وقد تترتب على هذه القرارات وهذه التصورات بلايا، وقد تنزل بالأمة منايا. وكل هذا يعني يحتاج إلى أن يرجع الناس إلى الوسطية حتى يقننوا هذه الأفهام، وحتى يعدلوا هذه التصورات، وحتى يجملوا هذا الفهم بكتاب الله وسنة رسوله، ولكي لا تذهب هذه الطاقات هدرا فتصبح كالميازيب التي تجمع الماء كدرا ثم تصرفه هدرا. وأيضا هذا كله فيه عون على أن نتبع سنن الله سبحانه وتعالى التي لا تقبل تبديلا ولا تحويلا ولا تغييرا. وهذه السنن سنة الابتلاء وسنة التمحيص وسنة يعني بعد هذا التمكين والنصر على الأعداء. ونحاول بهذا الفكر الوسطي والمنهج الوسطي والعقل الوسطي والتدين الوسطي أن نتبع ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في تعاملاته مع المسلمين ومع غير المسلمين، مع العصاة، مع هؤلاء، مع أولئك، مع حتى أهل الشهوات والشبهات، مع الذين يحاولون أن يفسدوا في الدين. كيف نعاملهم؟ كيف نوفر طاقات الأمة؟ كيف نحاول أن نرد الأمة إلى مردها الصحيح وإلى مسارها الرجيح؟ هذا كله هو من أسباب يعني حديثنا عن الوسطية وما دعانا إلى الكلام عن الوسطية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يهدينا وأن يوفقنا لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.